قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على منا، نطمنا على حاله الطقس، نتعرف منها كمان على اسعار العملات والذهب، وجاوبنا على سؤال حلقتنا النهارده. لكن في البدايه عايزين نعرف هي اصلا كسوله ولا لا. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير يا جمال. صباح الخير يا منى. يعني من واقع معرفتنا بيكي، لا مش كسوله. ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، يعني انا بطبعي طبعا نفسي ابقى كسوله جدا، بس نفسك ترتاحي. نفسك ترتاحي. لا لا، انا كسوله جدا والله، نفسي بس ما مش متاح. الحمد لله. منه بتبقى مجرد فكره بس، توفير مجهود، توفير طاقه، مش كسل. والله ساعات بكسل افكر اصلا يعني فكره. طيب يعني بتكسلي؟ يعني في نسبة جدا كسل. جدا نسبة كبيرة، بس مش قادرة أمارس حبي للكسل. ما عندكيش يعني المساحة دي. لا 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 خالص، يعني احنا طبيعة الشغل طبعا صعبة جدا، هي مناسبة جدا لمواعيد نومي، أنا بطبعي نومي قليل جدا، بس الفترة اللي ببقى فيها صاحية بيبقى نفسي أكسل فيها، نفسي ما أعملش حاجات، بس لأني مسؤولة عن طفلين وعن إدارة بيت وعن الشغل، فبيبقى مش متاح أبدا. الحمد لله. الحمد لله طبعا جدا. كل اللي يعرف يستمتع بوقته الفاضي يحاول يستمتع فيه قد ما يقدر، لغايه ما يجي الوقت اللي يضطر يبقى وقته فيه مليان جدا. دلوقتي مشاهدينا خلينا نبتدي معاكم على طول فقراتنا، ونبتدي بمتوسط اسعار صرف العملات الرسميه. نبتدي مع بعض مع الدولار الأمريكي، سعر الشراء 19 جنيه و9 قروش، سعر البيع 19 جنيه و17 قرش. اليورو بيسجل 19 جنيه 58 قرش للشراء، 19 جنيه 66 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 23 جنيه و14 قرش للشراء، 23 جنيه 24 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 20 جنيه و14 قرش للشراء، 20 جنيه و23 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 82 قرش للشراء، 2 جنيه 84 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه و7 قروش للشراء، 5 جنيه و10 قروش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 62 جنيه 24 قرش للشراء، 62 جنيه 52 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه و19 قرش للشراء، 5 جنيه و22 قرش للبيع. أما بقى متوسط أسعار الذهب، فسجل الجرام امبارح عيار 18 سجل 903 جنيه، عيار 21 بيسجل 1054 جنيه للجرام، عيار 24 بيسجل 1205 جنيه للجرام، والجنيه الذهب بيسجل 8432 جنيه. وخلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال طقس النهاردة، اللي هيكون شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. وطبعا هنلاقي شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. ده غير ان هيكون في ارتفاع في نسبة الرطوبة بالنهار، وده هيزود الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بحوالي من درجتين لاربع درجات. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة هتكون 34 درجة، اعلى درجة حرارة هتكون في اسوان 42 درجة، والاقل هتكون في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد قليل.